إلى ذلك انتهت جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة الاستجواب الموجه لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني بطلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره. يأتي ذلك الطلب حتى تتمكن اللجنة المالية البرلمانية من استكشاف كل الحقائق التي وردت في الاستجواب على أن تسلم تقريرها خلال 3 أشهر من تاريخ الجلسة. انتهى مجلس الأمة من مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين رياض العدساني وبدر الملا بطلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتحقيق في كل ما ورد في محاوره. استجواب المقدم من الأخوين الفاضلين رياض العدساني ودكتور بدر الملا للأخ الفاضل معالي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وحقيقة يعني استجواب اتسم برقي الطرح من بدايته إلى نهايته، واستمع الجميع لمرافعات الطرفين، وبالتالي يعني المجلس قرر رأيه بتجديد الثقة في الأخ معالي وزير المالية. شكرا للأخوين المستجوبين، وشكرا للأخ المستجوب الوزير، وشكرا لأختي وأخواني النواب على رقي الطرح في جلسة اليوم. وبالنسبة للميزانيات اللي كان مفروض أن تناقش اليوم 8 ميزانيات سيتم ترحيلها إلى جلسة الغد، وإن شاء الله جلسة الغد ننتهي من المجموعة الأولى من الميزانيات اللي كان مفترض أن ننتهي منها اليوم، وأيضا المجموعة الثانية من الميزانيات اللي مفروض أن كانت مقررة لجلسة الغد. وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أكد أن تجديد أعضاء مجلس الموثقة به يحمله مسؤولية أكبر لمواصلة العمل من أجل الكويت والحفاظ على المال العام، معربا عن تقديره واعتزازه هذه الثقة. بداية وقبل كل شيء نكرر الحمد والشكر لرب العالمين على نعمة الكويت، نعمة الكويت التي تنعم في هذه الديمقراطية الحقة. نختلف في وجهات النظر، نتباين في وجهات النظر، نحضر في هذه الجلسات التي لا أعتقد أنها توجد في أي مكان، ولكن ما يجمعنا دائما هو المصلحة العامة، هي الكويت التي تبقى دائما فوق كل اعتبار. أنا أحب أن أوجه شكر للأخوة المستجوبين الكرام، الزميل العزيز الأخ رياض العدساني والأخ العزيز الدكتور بدر حامد الملا، على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا اليوم لكي نوضح للشعب الكويت الكريم هذه الردود التي التزمنا أن نكون صادقين مع الشعب الكويتي ونحن نفند ما ورد في محاور الاستجواب من مواضيع. في نهاية المطاف تبقى الكويت أكبر من الجميع، ولا يوجد خاسر في الديمقراطية. نحن اليوم نعمل بكل تفاني، نقدر عاليا الجهود الكبيرة التي تبذل من الأخوة في السلطة التشريعية وبالتحديد الأخوة في لجنة الميزانيات، وأيضا نقدر الثقة التي حظينا بها اليوم من جميع الأخوة والأخوات في مجلس الأمة الموقر. وإن كان هناك من شيء فإن هذا يعطينا مسؤولية أكبر ويحملنا أيضا مسؤولية أكبر لكي نواصل العمل لأجل الكويت ولأجل التزام بالدستور واللائحة، ولكي نعمل جميعا على الحفاظ على المال العام. نحن مؤتمنون، أقسمنا على أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق. هذا وسوف يستكمل مجلس الأمة اليوم الأربعاء مناقشة 8 ميزانيات لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.